بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والتسليم. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في سلسلة الوورد. ان شاء الله النهاردة هناخد الجزء الخاص بالسكشن او المقاطع اللي احنا ممكن نعملها على الصفحات بتاعة الوورد، والهيدر والفوتر او رأس وتسجيل الصفحة ازاي بنقدر نتحكم فيها وازاي بنبدأ ننفذها. ايه المقصود بالسكشن اللي موجود عندي؟ انا عندي دوكمنت او مستند زي اللي انا شغال عليه دلوقتي او اللي احنا شغالين عليه من بداية شرح الوورد. الدوكمنت او المستند ده عبارة عن 5 صفحات، صفحة 1 من 5. الصفحات دي لو لاحظنا الورقة دي بالطول، الورقة دي بالعرض، تمام؟ ففي والورقة اللي تحتها بالطول، ففي اختلافات ما بين اتجاه الاوراق في نفس الدوكمنت. ده ليه؟ ده لان الدوكمنت ده معمول سيكشنز. وازاي بنعمل السيكشن، تمام؟ وازاي نتحكم فيه، وده ان شاء الله اللي هنعرفه مع بعض. بس الفكره بتاعت السكشن ان انت بتقسم الصفحات داخل الدوكيمنت الى مجموعه من المقاطع، كل مقطع له اعداداته الخاصه. تقدر تخلي المقطع ده الورق بالطول، تقدر تخلي المقطع الثاني الورق بالعرض، تقدر تخلي الهيدر في المقطع الاولاني مختلف خالص عن الهيدر او الفوتر في المقطع الثاني. فبتبدا تتحكم في الدوكيمنت او المستند بتاعك بالشكل اللي انت عايزه وبشكل افضل. بداية عشان اعرف المستند بتاعي فيه كام سيكشن او كام مقطع، الشريط اللي تحت خالص ده اللي هو شريط المعلومات او شريط الحالة، هنعمل عليه كليك يمين، هنلاقي فيه عندنا اختيار اسمه سيكشن. لما اختار الاختيار ده واحط عليه علامة صح، بيبدأ يظهر اول حاجة عدد المقاطع او عدد السيكشن اللي موجودة في الدوكيمنت او المستند. فقال لي انت عندك 4 سيكشن موجودة في الدوكيمنت او المستند بتاعك. طب انا عايز اشوف فين بداية ونهاية المقاطع دي. عشان تبدأ تظهر السيكشن دي هنروح على فيو، وهبدأ اقول له اعرض لي الاوتلاين بتاع المستند بتاعي. الاوتلاين اللي هو الشكل التخطيطي بتاع المستند بتاعي، تمام؟ فهروح على فيو واقول له اظهر لي الاوتلاين بتاعي. لما يبدأ يظهر الاوتلاين بتلاحظ ان الكتابة ظهرت بشكل تخطيط، يعني ده كده بيج، ده كده صفحة وفي سيكشن بريك اهو، وادي الصفحة التانية في سيكشن بريك، الصفحة التالتة والرابعة وفي سيكشن بريك تاني، نيكست بيج معناها سيكشن في الصفحة التالية، تمام؟ بقى في عندي ادي 1 اهو، ادي كده 2، ادي 3، والاصل يبقى 4. يبقى ادي كده، بصوا خلي بالكم ما تعدوش الخط، يعني عدوا اللي تحت، ادي 1 اهو، ادي كده 2 اهو، 3 وادي 4 اللي هو الاصل اللي فوق. بقى في عندي المستند متقسم الى 4 سيكشن، ده كده سيكشن لوحده، وده كده الثاني، وده كده الثالث، والاخير اللي هو ده بقى كده الرابع. بقى في عندي 4 سيكشن. لو انا عايز الغي سيكشن منهم بمجرد ما بقف عليه على الخط وابدا امسح السيكشن ده، انا هلغي بس تراك تشينج، اعمل كلوز اللي كنا عاملينه المره اللي فاتت من ريفيو، الغيه عشان ما يبقاش محتفظ بالتعديلات اللي بتتم، وهروح على فيو واختار اوت لاين عشان يبدا يظهر معايا، تمام؟ بأصبح عندي كام سيكشن دلوقتي؟ 3، تمام؟ أنا كده واقف في السيكشن الأولاني، تمام؟ أنا كده هاد السيكشن ده عايز ألغيه، تمام؟ بعمل ديليت بس، بيبدأ يضم لي الصفحة للصفحة اللي فاتت، معناها إن هو بيلغي السيكشن، تمام؟ برضو لو أنا عايز ألغي السيكشن ده بعمل ديليت على طول بيلغي لي السكشن. اصبح عندي كام سكشن؟ لو انا جيت وقفت في اخر صفحه كنترول مع ان ده عشان يقف في اخر صفحه، قال لي في عندك سكشن 1، معناها ان الدوكيمنت او المستند بتاعي عباره عن سكشن 1. لما اروح على فيو او اعمل كلوز للاوتلاين عشان اروح للنورمال فيو، تمام؟ اصبح كل المستند الورق بالطول، ما بقاش في ورق بالعرض. ليه؟ لان اصبح كل ده عباره عن سكشن 1 فقط، تمام؟ فكل البيجز عبارة عن مقطع 1. هنا لما اروح على الهيدر والفوتر، ركزوا معايا في الحتة دي، وهقول له انا عايز اعمل insert
هيدر واعمل ايديت هيدر. خلي بالكم انا ممكن اعمل انسرت الهيدر جاهز، ولكن ايديت هيدر هيفتح لي الهيدر هنا عشان ابدا اعدل عليه واضيف عليه اللي انا عايزه. انا هنا كتبت مثلا جامع بنها، تمام، وظللتها كده وخليتها في النص، ولونتها مثلا بالاحمر وكبرت الخط بتاعي شويه، تمام. لما انزل تحت على الدوكيمنت بتاعي او على المستند بتاعي، تمام، هنا انا شغال على الهيدر. لما اتنقل هنا كده انا شغال على الدوكيمنت. طالما شغال على الدوكيمنت ما ينفعش اعدل في الهيدر. ولاحظوا ان الهيدر اتكرر معايا في كل الصفحات. بص جامع بنا في كل الصفحات، حتى لو انا جيت هنا عملت انتر مثلا كده، تمام، ونزلت سطر جديد اهو، سطر انتر بتنزل سطر جديد على طول، ونزلت صفحه جديده خالص ظهر معايا الايه، ظهر معايا برضو الهيدر اللي انا كاتبه، تمام. لو عملت دبل كليك على الهيدر يبقى انا بعمل ايديت عليه، او لو رحت على الانسرت والهيدر وقلت له ايديت هيدر يبقى انا كده بعمل تعديل على الهيدر بتاعي او على راس الصفحه. خلي بالكم ده الهيدر وتحت اسمها الفوتر او تزيل الصفحه. تقدر تميز ما بين صفحه وصفحه في الاختيارات اللي هو مديها لك، بس اللي هي ايه؟ ان انت تخلي الفيرست بيج او صفحه البدايه مختلفه. لو عملت علامه صح اصبح هنا الهيدر بتاعه الصفحه الاولى اللي هي رقم واحد مختلف، تمام. ده بنسميها الفيرست بيج هيدر او فوتر. خلي بالك احنا بنتكلم ان انت عندك مقطع واحد فقط، تمام. كمان تقدر تخلي الصفحات الفرديه والزوجيه مختلف لو عملت صح على ديفرنت. خلي بالك ده كله موجود فين؟ اول ما انت تكون واقف على الهيدر هتلاقي فيه تاب جديد اسمه هيدر اند فوتر، تبدا تعدل فيه كل اللي انت عايزه وتضيف فيه كل اللي انت عايزه. في الديفرنت اود اند ايفن، بص هنا الصفحه الاولانيه دي مختلفه، الايفن بيج دي الصفحه الزوجيه، تمام. مثلا هنتكلم مثلا ايه ان ده الفصل الاول واخليه لي على الشمال، ممكن اكبر الخط شويه واخلي اللون مختلف، تمام. والصفحه الثانيه مكتوب فيها جامع بنا، فانا هنا قدرت اميز ما بين الصفحات الزوجيه والصفحات الايه الفرديه. بس الدوكيمنت ده هيمشي على نفس النمط طالما ده كده سيكشن واحد. طب انا دلوقتي هبدا في كتابه الفصل الثاني في نفس الفايل، مش هعمل فايل جديد، في نفس الفايل هبدا كتابه الفصل الجديد الفصل الثاني. عشان ابدا اكتب فصل ثاني، الهيدر اللي انا عملته في الصفحه الفرديه اللي هو الفصل الاول هيفضل معايا طالما الملف بتاعك سيكشن واحد. طب في الحاله دي اعمل ايه الحل؟ ابدا قول له ان انا هعمل سيكشن جديد، هعمل مقطع جديد. فبتبدا تقف عند الصفحه الاخيره كنترول مع اند عشان يقف عند اخر صفحه، واروح على انسرت، اسف لي اوت بريك، واقول له نيكست بيج، الصفحه الثانيه هتبقى مقطع منفصل عن المقطع الاولاني. خلي بالك احنا عندنا وان سيكشن اي. اول ما اقول له نيكست بيج، تمام، نزل معايا صفحه جديده وهنا ظاهر سيكشن 2. انت واقف دلوقتي في السيكشن الثاني، بقى عندي الدوكيمنت او المستند 2 سيكشن، مقطعين، المقطع من اول صفحه واحد لغايه صفحه اربعه دي مقطع، من اول صفحه خمسه واللي جاي هيبقى مقطع جديد، تمام كده. فاصبح كل مقطع تقدر تعمل له خصائصه اللي انت عايزها زي ما هنشوف مع بعض في نفس الفايل. تعالوا بقى نشوف الهيدر بتاع المقطع الاولاني. لو انا خلي بالكم مفتاح كنترول مع انتر ده بيعمل صفحه جديده، تمام. هنا مكتوب الفصل الاول صح، انا المفروض اعدله واخليها الفصل الثاني، وهنا موجود كلمة الأول اللي هي فيرست بيج. فلو فاكرين نطلع فوق كده، احنا كاتبين هنا فيرست بيج هنا الأول في الهيدر، وهنا كاتبين الفصل الأول وتحتها جامع بنا. طيب أنا عايز بقى أكتب هنا التاني، وهكتب هنا الفصل التاني، وجامع بنها عادي مفيش مشكلة في صفحة الإيه؟ الصفحة الزوجية.
لو انا عملت دبل كليك هنا وغيرت الاول دي خليتها التاني، اللي فوق هيتغير وبدل الاول هيبقى التاني، وده انا مش عايزه. انا عايز اغير دي التاني واللي فوق يظل كما هو. لاحظوا الجملة اللي هو كاتبها same as previous، معناها ان ده زي اللي قبله. طب ازاي الغي الرابطة دي؟ انا مش عايزه same as previous، انا عايز ده لوحده وده لوحده. في الحالة دي في اختيار موجود في الهيدر اند فوتر اسمه ايه؟ لينك تو بريفيوس، يعني اربط ده باللي فات. هكسر انا الرابط ده، هقول له لا الغي دي. بصوا كلمه سيم از بريفيوس ايه اللي حصل لها؟ اتشالت خلاص، اصبح السكشن ده منفصل عن السكشن ده. فهاجي هنا في الفصل الاول هروح قايله ده الفصل الثاني، تمام كده. والصفحه اللي بعدها عايزها زي ما هي، خلاص يبقى سيب كل حاجه زي ما هي واعمل الت كنترول مع انتر عشان ينزل صفحه ثانيه، خليها جامعه بينها زي ما هي شغاله، مفيش اي مشكله خالص. نرجع تاني الصفحه الاولانيه برضو نفس الكلام، انا بدل الاول دي عايز اخليها الثاني، يبقى في الحاله دي لازم اكسر الايه؟ الرابط، تمام. وهقول له دي خليها لي ايه؟ الثاني، تمام. وعايز اخليها في النص، بقدر اتحكم في تنسيقها عادي خالص زي التكست زي ما شرحنا في الاول خالص، تمام كده. اصبح ده الثاني وده الفصل الثاني وده جمع بينها. لو طلعت فوق شويه تمام، ده كده الفصل الاول، ادي جمع بينها، ده كده الفصل الاول. هنروح على اول صفحه مكتوب الاول. يبقى اذا انا في نفس الفايل قدرت اعمل تو سيكشن، كل سيكشن له هيدر وفوتر مختلف خالص عن السيكشن الثاني، تمام كده. فهنا قدرت اتحكم في المقاطع اللي موجوده داخل الصفحه. طب انا عايز سيكشن 2 يبقى الورق بالعرض، وسيكشن 1 الورق بالطول، تمام. هاجي هنا واقف عند بدايه سيكشن التاني اللي هو المفروض هنا في الصفحه رقم 5 هنا اللي هو سيكشن 2، بدايه سيكشن 2، تمام. وهروح على اللي اوت واقول له الاورينتيشن بتاعي عايزه لاندسكيب. بصوا ايه اللي حصل، ده بقت بالعرض واللي فوق ده بدا يبقى ايه؟ بالطول زي ما هو. بس خلي بالك لما تيجي تضيف سيكشن جديد، يعني لما اجي هنا اقف في الاخر في اخر صفحه كنترول مع انت وهقول له بقى اعمل لي انسرت، اعمل لي لي اوت وانسرت بريك نيكست بيج، هتنزل بالايه؟ بالعرض. الحاله دي انا ممكن اغيرها واخليها الاورينتيشن بالطول. اصبحت السكشن الاولاني خالص ورقه بالطول، السكشن الثاني الورقه بالعرض، والسكشن الثالث بقى عندي سكشن 3 بقى الورقه بتاعته بالطول. اقدر اغير بقى الهيدر بقى ده واتحكم فيه زي ما انا عايز، تمام. طالما الاختيار بتاع سيم از بريفيوس ده مش موجود خلاص يبقى ده منفصل عن ده. خلي بالك اللي انت عملته في الهيدر يتعمل تاني في الفوتر، مش معنى ان انت كسرت الرابطه بتاعت الهيدر الرابطه بتاع الفوتر اتكسرت، لا لسه مكتوب ما زال ايه؟ مكتوب سيم از بريفيوس، يعني زي السابق. وهنا ممكن نحط بقى البيج نمبر، يعني لو انا عايز احط ايه رقم الصفحه ممكن احط رقم الصفحه بالشكل ده ويبقى موجود سيم از بريفيوس، بحيث كل الصفحات يبقى فيها نفس التنسيق بتاع رقم الايه؟ رقم الصفحه عندي. طبعا ممكن اروح على ديزاين، لو انا عايز الغي البوردر اللي انا عامله ده هقول له نان، اوكي خلاص هترجع للصفحه بشكلها الطبيعي يعني او العادي، هتظهر البيج بتاعتي بالشكل اللي انا عامله في كل الصفحات اللي موجوده قدامي، تمام. فالجزء ده مهم قوي لان بنحتاجه كتير واحنا بنشتغل في برنامج الوورد، ان احنا نعمل تنسيقات مختلفه في نفس الفايل، بدل ما اروح اعمل فايل نيو وتبقى عندي ملفات كتيره جدا، هو فايل واحد واعمل عليه التنسيقات بتاعتي. عايز ورقه بالطول ورقه بالعرض يبقى دي سيكشن ودي سيكشن، عايز اعمل هيدر وفوتر منفصل ومختلفين عن بعض يبقى ده سيكشن وده سيكشن، وابدا اشتغل على فايل الوورد بالشكل اللي انا ايه اللي انا عايزه. يبقى كده انتهينا من برنامج الوورد، وان شاء الله نستكمل بقى باقي محاضراتنا في مقدمه في الكمبيوتر او انترودكشن تو كمبيوتر باذن الله. سعيد جدا ان كنت موجود مع حضراتكم النهارده، ويا رب تكون الاستفاده وصلت والاهداف اللي احنا محددينها وصلت لحضراتكم. شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق باذن الله. شكرا.